ماسونيه اللي قاسم. عرفتي دابا المشكل اللي عندي انا؟ ها انت ها البلاد شرح لي شنو ديال الماسونيه بالضبط. تعريف ديال الماسونيه هي نظام سري عالمي كيتحكم في الرؤساء ديال الدول. لا قاسك شي رئيس ولا اغتصبك ولا قبضك في الحبس عرف بان الماسونيه هي اللي محرشه. لكن شكون الرئيس ديال الماسونيه في العالم؟ روشليد، عائلة روشليد، وعائلة مورغان، وعائلة بوش، زيد، وعائلة دوغلاس اللي كتبيع الأسلحة. العائلة ديال روشليد باش معروف؟ عائلة الدرع الأحمر كانت في ألمانيا وانتشرت. اش كتملك دابا في العالم عائلة؟ كتملك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعني كاع المال في جيبي. وهذيك لاكارد راه من عائلتهم، لاكارد راه اسم مستعار باش ما يقولوش روشليد شادة كلشي. وروشليد ما شاد حتى منصب سياسي في العالم. لا عدو هو كيململهم بالخيوط. شنو هو السبب؟ شنو هو السبب؟ باش خاصهم يبقاو من وراء الكواليس باش ما يلصقوش فيهم شي حاجه باش ما تخسرش لهم استثمارات. ولا قاسك شي رئيس عندك راه هو كلب ديال روشلي. يعني راه ما تلوميش هو مسكين. على الكلب دروك يعرف راه مولاه اللي كيحرش يقول لك شلي. دروك راه عندك بوتفليقه ولا الجنرالات ديال الجزائر لا ما تلوميهمش. حتى انا غلبتيهم كاع ديال المقار يجلسوا على براك. ابدا بروشليد اللي حرقهم وعذبهم. قول لي انتم اللي حرشتوا عليا بوتفليقه ولا حرشتوا عليا السيسي ولا حرشتوا هذوك بياضة. وعرفتي باش كيتحكموا فيهم؟ كيتحكموا فيهم بالفلوس بالاستثمارات. كيقولوا شوف بوتفليقه ما تخليش القارين يبرزطونا في الجزائر تولي الجزائر قوه نوويه. دير راسك كتصلح باش ما يعيقش بك الشعب. دير راسك كتصلح وما تخليش شي عالم نووي يوصل. لكن ديالنا جا عندنا وقرا عندنا وتزوج بامريكيه تبارك الله. كان وطني وكيحب الجزائر وبغى يخدم فابور وما بغاش وما كانش مادي وانتهازي. قتلوه ولا هبلوه ولا صفيوه وما تخليوش المواطنين اللي عندهم العروبه يوصلوا للمناصب. يعني يقراو عرقلوهم. هذا الشيء فين قريتي؟ قريته المصادر ديالك. قام اللي عضوني الكلاب ديال الدوال عضوني الكلاب ديالهم وانا نفهم. شكون هما الكلاب ديالو؟ فسر لينا باش نفهموا. انت دابا كت... لا كتف كنسول كدير لينا كتشرح لينا ولكن بطريقه غامضه. خاصك تقول لينا الشخص اللي انا غادي نقول لك واحد الكلمه. قلت الاستاذ انا العائله ديالي اعتقلوها ليا وهبلوها وداروا لها. هذاك الاستاذ اش قال لي؟ فايت معتقل مع اشتراكيين. قال لي العائلات لكن عندنا نسب شريف يعني كينتسبوا الان البيت وعرفوهم. قال لي كيف ركتوهم ولكن قال لي كي هذه كيف فركتهم؟ لا كانوا اميين كيديروا معاهم درجه ما واعراش ولكن لا كانوا قارين كيديروا معاهم الخط الاحمر. يعني كيقول لك هادو سي دونجورو خاصهم يموتوا خاصهم يهبلوا. خلاص كاع اللي سميتو محمد بن عبد الله في السعوديه واليمن كيجيبوا حقه معاه يديروا ليه ملف. علاش؟ بلا كيخافوا من المهدي اللي يخرج ليهم. كيخافوا على عروشهم الرؤساء. لا شنو هو السبب ديال محمد صالح والمهدي؟ لا هذيك ابا صالح لا قاب والمهدي ومحمد بن عبد الله. والله ما غاديش يعطي الذريه تاعو بحال راسو. ما غتكون عنده ذريه غتكون عنده ذريه قليله. تقدر تكون عندها بنت هي اللي تفلت باش ما بغاش الله يبداو النزاعات من بعد على الحكم على الحكم وعلى واش كنتي هضرتي ولا لا؟ لا تقدر تكون عنده تاهو بنت في الاحاديث. وقال لك في الاحاديث غتكون عنده 50 ما بين 40 وال 50 والظروف اللي غديروا ما غاديش تخليه يولد الظروف. ها هو السعوديه المصير ديالها من الدروينه كامله. شنو هو الدور ديال السعوديه؟ اللي غتكمل الممثلين بندر بن سلطان هو اللي عنده الكواليس في السعوديه هو اللي عنده الكل في الكل. بندر بن سلطان رئيس المخابرات ووزير الدفاع في الاخر ملي نوض القربانه في السعوديه هربوا اموالهم وهربوا لدول اخرى ويخليوا النباش نايض في السعوديه وتقسم. هذا هو السيناريو. ولا تقدر كاع امريكا تستقبلهم وتغتالهم من بعد ملي سالي الدور. وهذه الروينه اللي نايضه في اليمن هذيك البدايه باش يدخلوا لدول اخرى يقسموا. والرؤساء نقول لك انا واحد الكلمه. الرؤساء انا جوج احتمالات يا اما متواطئين ويا اما مكلخين. يعني الانسان ملي كيولي يفكر في الكرسي راه كيتكلف كيولي يتحالف مع ابليس. كيولي يتحالف مع ابليس باش يحط ولا ربما عارفين ومتورطين حتى هما مصورينهم كيسكروا مصورينهم. يعني كيخافوا من الفضيحة. الامريكان عارفين سيرة كتسحق فيهم بشوي بشوي. هاد السياسة ديالنا هنا في البلاد والله اعلم السياسة هي خلاتني نطلب انا هادي ما قديتيش.